اعتدلت في جلستها وهي تنظر إلي. وضعت رجلها على الأخرى وأصدرت من فمها ابتسامة صفراء. المكان يلج بالضوضاء وزفير وشهيق بشر من كل الألوان ومن كل السنين. كلمات الناس من حولنا عشقا وغيبة وأحزان وأفراح. نظرت إلي وأنا أعرف أن في دواخلها تحتبس كلمات ومواقف وحكا أريد أن أمارس بعضا من فنون الحديث في أن أخرج منها شيء مفيد، ولكن لم أصل إلى شيء. عيونها تنظر في المدى، قلبها يخفق بانتظام متزامنا مع التزام الهدوء الداخلي لديها. ترتب الكلمات وتخرجها مثل سكة القطار متوازية حتى النهاية، ليس فيها أعوجاج. واضحة الرؤى والمعاني، لديها قدرة على السمع والإدخال في عقلها أكثر من إخراج جملة مفيدة. أحسست بالهزيمة وكسرت البكاء على حالتي. انتابتني هستيريا، ارتعش جسدي، أصبحت أمرر يدي على وجهي مغطيه من الهزيمة، أمسحه بطريقة دائرية. دسست عيوني خلف العدسات الطبية، كان بها آثار حروب العشق القديمة في شكل هالة وإسودات يغطيها. شد انتباهي إليها أنها كانت تنظر إلي وتطلق ابتسامة صفراء المعالي. تعرف ما أنا فيه من ضعف، لأن إحساسي أصبح يمارس علي صنوخ من الزلة الجديدة. لكن في هذه اللحظة يأتي النادل وينزل أطباق من الطعام. تزوقت الحنظل وأنا أكل، لم أجد ماء من الودة والحنين. ينزل اللغيمات في جوفي الملتهب عشقا. شغلت نفسي بأكل الطعام. تذكرت حروب في المحن العاطفية مرت في عيوني أشباح وأطياف للنساء عرفتهم أكثر من شعر رأسي. استرخت النظر إليها تبتسم نفس الابتسامة. تساءلت هل هي علامة مسجلة؟ حاولت أن أنقص وراء العيون، أدخل وأجتاز حواجز المادية وأتجسد شخصيتها. أنظر بعيون أحشق ولا أمل من النظر إليها. تأملت بمغلتها ذاتي، شخص عادي لكن لديه ميزات عن الآخرين. يكتب حروفا حلوة وفيها كثير من الحنين، مريح في التعامل، متدين نوعا ما، يحب، يمكن أن يكسر الحجر لكي أكون له، لكنه ليس أفضل خياراتي الآن. الآن علي أن أنهي هذه الجسدية. لم تجد وصفا لي، استعانت باسمي وطلبت الرحيل لالتزامها بأشياء أخرى، وتعللت بتأخرها. سمحت لها، وليس لدي أي حق في أن أطالبها بشيء، لأني ليس شيء مهم. نكرة، ندمت جدا على لقائي حتى لم أقوى على الوقوف لوداعها، ولكن تمالكت نفسي قمت بوداعها حتى الباب. رجعت وجلست وحدي أجلد في حسابات من أوهام العشق أصبح محرما علي. لقد كرهت ذاتي في هذا اليوم كثيرا، لما أنا هكذا؟ ضربت بيدي على صدري وأصدرت عبارة بصوت عالي، أنا حتغير،
خرجت من مكاني متجها للكاشير. دفعت حسابي وغازلت الفتاة التي تجلس هنا. لم تكن صاحبة جمال أخس أو جاذبية، لكن تملكني شعور بأن أخونها جهر، لأنها لم تقدرني ولا تؤثر عليها خيانتي أو عشقي. وخرجت وأنا أعبر الشارع لم أسمع سوى صوت لنبراتها مودع. ظل الصدى يتردد. مع السلامة، في أمان الله. رفعت يدي شممتها، كان عطرها لا يشبه الأخرين، لا أعرف لماذا، ربما لأنها مختلفة حتى على مستوى الإحساس. هي أكبر من وعيي وإدراكي للحب الذي غالبا ما أتوهمه أسيرا. شكرا لحزني، أنا الآن أسير ومضيت بلا وجه. خلاص سافر حبيبي، خلاص ودعت سيري، خلاص سافر حبيبي، خلاص ودعت سيري، بعد ما نسيت ريدي، بعد سبت وحيدي. Yeah.